تياغو، خروج لحارس المرمى بادونيس، ولكن الكرة فادونيس لا غلطة الشاطر يا خور، غلطة الشاطر يا تياغو يفعلها مازالت الكرة معاه، يحاول المرور من كو، اصطدمت بكو عكسية، حسب الهاب الذي يفعله على الطائر، الله! الله! تياغو في الجهة اليسرى، تياغو الضرب الأول، أعد من الثاني، خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة! تياغو يتقدم، تياغو يحاول ان يمر، تياغو يرسل كرة عرضية، يا لها من بداية للفرسان، مثالي، هل يتقدم تياغو؟ لكن ثمة سوء ما بين مثلا عبد الله البريزي وسعيد محمد، كرة خطيرة خطيرة، ما الذي من الممكن ان يحدث؟ تياغو بيتزارا يسجل الهدف الأول، يضع لي نعم، لكن الخطأ يا جاسم، والجول يا تياغو، الجول يا بيتزارا، هو حتى آخر ثانية، الخطأ من جاسم الهيل، بعد ذلك اللعبة العالية باتجاه تياغو بيتزارا ويسجل الخور أمام جوميز، تياغو الفرسان وعصفر الآن تعادل آخر، يأتي أيضا بهدف لمثل، لكن حتى اللحظة ما زال هناك وقت، وهنا انطلاقة لمصلحة الخور، تياغو يملك كرته يلعبها إلى عبد الله البريزي، عبد الله الله مر توغل عبد الله يقتل كرة خطيرة للخور، ربما تكون كرة الأخيرة في الشوط الأول لدينا، حمودان يقترب ويأتي والكرة لتياغو مرة أخرى وصلت، شعرنا بها تماما، هذه انطلاقة ثاني، فرصة هدف أول، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الخور
كرة في الجهة اليسرى مقبولة ناحية هلال يحاول للرابع هلال تعود إلى تياغو تياغو إياك الكرة إلى عبدالله عند فلا ممر إلى أمان كرة ملعوبة عن طريق الإكساندر يعود عن طريق بنزارة بنزارة تياغو بنزارة تياغو بنزارة الكثرة تجد الشجاعة سان روح الساحة روح توادد هذا تياغو يمر تياغو حمودون تياغو وهذا الحد وهذا العنصر اللي يراه السيد عمر محاولة بزارة عرضية 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 عن طريق بزارو اللمسة اللي حضرك الفارد الأهداف طرف الأيمن محاولة عالية إلى الأمام إلى واغنر المجابة الآن محاولة يحاول التقدم إلى تياغو تياغو من الجبهة اليمنى تياغو تياغو مر تياغو عاد داخل المنطقة يلعب الأهلي مصلحة الكور محاولة عبد الله عبد السلام لاعب في وسط الملعب يقدم عطاءات ممتازة تكلم عنه سجل الآن محمود البواز اللي في المواسم الماضية كان يلعب على الأطراف الآن في الصندوق وخطورة تنفر والكرة يعاود الهجوم مجددا نقلة أمامية مقبولة داخل المنطقة خطيرة خطيرة حاضرة ممكن الثاني الله فارق نعم 6-2 6-2 لطرابلسي تياغو شوف بدأ الآن تتقدم الأظهرة بالنسبة Tiago Bezerra, 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 Tiago Bezer